بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 28، كتاب الأيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان، وفيه 13 بابا. والأيمان جمع يمين، واليمين هو القسم. الباب الأول، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. والنهي عن الحلف بغير الله تعالى يدور بين الكراهة والتحريم، فإن حلف بمعبود سوى الله يكون حراما، وإن كان بغير معبود سوى الله فيكون مكروها. ولذا الحلف بالنبي عند الشافعية مكروه وليس حراما. اللي يقولوا النبي عند الشافعية ده اسمه مكروه عند الشافعية، وجائز عند الحنابلة، بل ينعقد به اليمين عند الحنابلة في قول عنده، لأنه شق الشهادة. ولم يقل بأن الحلف بالنبي شرك إلا الوهابية فقط من طوائف المسلمين، حتى المعتزلة ما قالوش كده، حتى الشيعة ما قالوش كده، ولا الزيدية قالوا كده، ولا الإباضية قالوا كده. لم يقل أحد أن الحلف بالنبي شرك إلا الوهابية فقط لغير، احذرهم. فالحلف بالنبي يدور بين الإباحة وبين الكراهة، فإن خرج في صورة حلف ولم يقصد به الحلف كان جائزا. يعني أحيانا الإنسان يقول صيغة الحلف ولا يقصد حقيقة الحلف، وبالتالي يبقى جائز، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه، كما قال النبي للرجل أفلح وأبيه إن صدق. فالنبي هنا الواو هذه ليست واو العطف، ده دي واو القسم، أفلح وأبيه كأنه أقسم بأبيه، لكنها خرج على مخرج الكلام المعتاد ولا يقصد به حقيقة القسم، وبالتالي جائز. فيبقى الحلف بالنبي إن خرج لا على سبيل الحلف جائز بالإجماع، وإن خرج على سبيل الحلف فهو مكروه عند معظم الفقهاء إلا الحنابلة، فيجيزون الحلف بالنبي لأنه شق الشهادة. فإن حنث وجب في حقه كفارة يمين، يعني لو حلف بالنبي وحنث وجب في حقه كفارة يمين عند الحنابلة. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. أما إذا حلف باللات والعزى أو الأصنام المعبودة سوى الله، إذا كان معتقدا تعظيمها فيكون كافرا، وإن كان لا يعتقد تعظيمها ولكنها خرج على سبيل الخطأ والعادة يبقى ساعتها يقول لا إله إلا الله، هذا كفارتها، ولا يفعلها مرة أخرى. الصحابة كانوا حديث عهد بإسلام، وكان عادتهم سنين طويلة يقولوا واللات والعزى أما يحلفوا، فكان أحيانا الواحد منهم في وسط الكلام بعد إسلامه تخرج منه دون قصد، فإن خرجت منه دون قصد كفرتها إيه؟ يقول لا إله إلا الله بس، لكنه ما كفرش. فهم؟ لأن لو قلنا كفر يبقى لازم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنه لا يدخل في الإسلام بلا إله إلا الله فقط، فدل على أنه لم يكفر. ولكن كفارتها يعني كفرت هذا الخطأ الذي لا يليق من مسلم أنه يحلف بالطواغيت، أنه لا إله إلا الله فقط، دي كفارة. وهل عليه كفارة يمين ولا كفرتها يقول لا إله إلا الله فقط؟ أبو حنيفة قال لك عليه كفارة يمين،
ليه؟ لأن ده حلف منكر قياسا على الظهار، فالظهار منكر وفي كفارة، يبقى ده منكر ويبقى في كفارة قياسا على الظهار. فهمت؟ ده مذهب الأحناف. فلو حلف مثلا باللات والعزى أو بالنار أو بشيء معبود من دون الله، يبقى إيه كفارتها؟ أن يقول لا إله إلا الله ولا شيء عليه بعد ذلك. وعند الأحناف يقول لا إله إلا الله ويكفر كفارة يمين، يعني يطعم 10 مساكين أو يكسيهم أو يصوم 3 أيام. واضح؟ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى وعنه به قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال: حدثنا ابن وهب عن يونس حان قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. لو أنا ذاكر ولا أنا إيه يعني آثرا، يعني أقصد إن أنا يعني أوثرهم في الحلف على غيرهم، آثرا غيرهم في الحلف. وعن أبي قال: وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عقيل: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر. وعن أبي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا قال: وحدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال: أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي حا قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حا قال: وحدثني بشر بن هلال قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب حا قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حا قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا قال: وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يوم لما يحلف بالنبي قص على اللات والعزى. شوف بقى، شوف المصيبة بتاعة الوهابية، اللي يحلف باللات والعزى يقول لا إله إلا الله، تيجي أنت تحلف بالنبي ولا قل لا إله إلا الله. الله، يعني حط النبي زي اللات والعزى؟ شيء عجيب،
شيء عجيب في الفهم. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، لأن المقامرة والرهان حرام، المقامرة والرهان حرام. فمن قال لأخيه تعالى أقامرك يعني أراهنك يعمل إيه ساعتها؟ فليتصدق. قال الإمام الخطابي يتصدق بقدر الرهان، ده الإمام الخطابي فقط الوحيد من المسلمين، باقي علماء المسلمين كلهم قالوا يتصدق بأي صدقة كانت، يعني تركها النبي لاختيارك. رهان يعني يقول لو تراهني ان يحدث حدث كذا وكذا، رهان فريق كرة هيلعب مع فريق اخر يتراهنان ان الفريق ده سوف يهزم الفريق الثاني على مبلغ من المال، او يراهنوا في سباق الخيل على بعض الخيل، هذا يسمى رهان او مقامرة، حرام قطعا عند المسلمين. طب واللي يعمل كده ايه كفارتها؟ يتصدق ويتوب الى الله، يطلع صدقه ويتوب الى الله. ما هو القمار برضو، القمار ده بيبقى بيلعب على حاجه، القمار انواع كتير، بيلعب معه لعبه معينه على انه من كسبها ياخذ كذا، فاهم؟ في الرهان مش هو اللي بيلعب اللعب، غيره بيلعبها هو بيراه فتشبه، بس القمار الميسر هو اللي بيلعب اللعب، وفي الرهان هو ما بيلعبش اللعب، ده هو من بعيد بس بيشاور يقول ده هيكسب ده، تراهن تاني يقول له لا ده اللي هيكسب ده، طب يقول له تدفع كام لو فلان كسب؟ يقول له ادفع لك 100 جنيه فاهم، وتتم المسابقه، ويبقى ده قمار برضه، فاهم؟ بس الفرق بين المقامرة اللي هي الرهان والميسر ان الميسر بيقوم هو بنفس اللعبة، فهمت ازاي؟ لكن في الرهان هو يتفرج على اللعب ويراهن، فهمت ازاي؟ لا يزاولها بيده، ده الفرق. ولكن الاثنين حرام، الاثنين من الكبائر، الاثنين حرام والاثنين من الكبائر. وعن أبي قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال فليتصدق بشيء. وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى، قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري. قال وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيه أحد بأسانيد جياد. وانفراد الثقة زيادة علم، انفراد الثقة زيادة علم مقبولة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي، جمع طواغيت يعني الطواغي اللي هي الأصنام، كل ما عبد من دون الله يسمى طاغوت أو طواغي، فطواغي جمع طواغيت وطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت ما عبد من دون الله. لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي بالذي هو خير ويكفر عن يمينه. إذا الإنسان حلف على أي أمر ما فوجد أن هناك خيرا منه، يبقى يعمل إيه؟ يفعل الخير ويحنث ويكفر عن يمينه. واضح؟ يعني حلف مثلا قال والله لا أسافر العمرة إلا بالباخرة،
فناس قالوا له لا ده السفر بالباخره ده متعب جدا، ده بيقعدوا كذا وبيحصل كذا وبيحصل كذا، السفر بالطياره احلى اريح. يقول بس انا حلفت. نقول له خلاص سافر بالطائره وكفر، مفيش مشكله، فهمت؟ سافر بالطائره وكفر. يبقى لو حلف على شيء من المباحات ثم راى ما هو خير منه فليترك هذا الحلف وليفعل ما هو خير، ثم عليه كفاره يمين. واضح؟ وعن ابي قال حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي، واللفظ لخلف، قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم في رهط من الاشعريين نستحمله، نستحمله اي نطلب منه ان يحملنا، يعني يعطينا ظهرا نركبه، يبقى نستحمله يعني يطلب منه ان يحملهم على ظهر من بعير او فرس او حمار او غيره، هذا في غزوه تبوك. فقال: والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه، لانه ما كانش عنده فائض ظهر صلى الله عليه وسلم. قال: فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل، فقال النبي بعد شوية إبل، فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى، والذود من الإبل من 2 لـ9، وقيل من 3 لـ10، فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى يعني بيض الأسنان، السنم اللي هو إيه؟ الجزء العالي على ظهر الجمل يسموه سنم، والسنم هو الذرة، ذرة الجمل هو السنم، يبقى غر الذرة يعني بيض الأسنان. فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فأخبروه فقال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. لأن النبي لما حلف ما كانش عنده فعلا، لكن ربنا رزقه، فهمت؟ يبقى اللي حملهم رزق الله، فهمت؟ ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أو واضح المثل. وطبعا هنا يبقى حلف على امر مباح، انما لو حلف على امر حرام يجب الحنث، فهمت ازاي؟ زي ما قلنا في النذر، لو نذر على محرم في الامس، ما هو النذر والايمان ايه يعني متقاربان في الحكم، يبقى الحلف هنا النبي يقصد: لو حلفت على امر مباح فرايت ما هو افضل منه تركت هذا الحلف وفعلت الافضل ثم كفرت عن يمين، لكن لو حلف على محرم لا يفعله ولا كفرت عليه، فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن براد الاشعري ومحمد بن العلاء الهمداني وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله لهم الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر. غضبان يعني مشغول، غضبان هنا يعني النبي كان مشغول في إعداد، فهو راح له والنبي مشغول، فإيه؟ فلما كلم النبي وهو مشغول فالنبي نظر إليه وقال: والله ما أحملكم، ثم إيه؟ انصرف إلى ما كان فيه من شغل، فظن النبي كده غضبان، فهمت إزاي؟ لكن كان النبي مشغول بإعداد.
فوافقته وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس، اللي هو سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، أي عبد الله بن قيس، فأجبته فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين. الزوجة يبتدي ابن اثنين، يبقى ثلاث زوجة، يبقى عرفنا هنا ان الثلاث ازواج اللي اداله كان كل زوج اثنين، لان الزوج من اثنين لتسعة. فالرواية الثانية بينت لنا قد ايه هم اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة الى تسعة. فالرواية الثانية فادتنا ان كل زوج كان اثنين، اثنين مقرونين في بعض، يعني كل بعيرين مربوطين في بعض. كويس؟ قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين. يبقى القرينين البعيرين المقرون احدهما بالاخر، يعني المربوط احدهما بالاخر. قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين، اهي الثلاثة ازواج اهي، لستة ابعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن الى اصحابك فقل ان الله، او قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال ابو موسى: فانطلقت الى اصحابي بهن فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا ادعكم، والله لا ادعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع ما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك. لا تظن أني حدثتكم شيئا لم يقله. قال: والله ما هتاخدوهم إلا لما تيجوا تشوفوا النبي قدامه أنه فعلا حلف لا أحملكم. لأنه هو لما حلف راح لقرايبه قال لهم النبي قال ما عندوش، بعد شوية جاء ناداله قال له خد دول. فسيدنا ابو موسى خاف لحسن يظن ان هو كذب عليهم في الاول، فهمت ازاي؟ فقال لهم بقى مش هتدول الا لما تيجوا تسالوا النبي، ان في الاول قال مش هعمل حتى ايه يزيل من قلبهم ريبه انه قد كذب عليهم اول، فهمت؟ يعني دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لا تظن أني حدثتكم شيئا لم يقله. فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق ولا نفعلن، بس هنريحك برضه، يعني احنا مصدقينك لكن هنيجي معاك عشان تستريح، ولا نفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء، يعني بالضبط. وعن أبي قال: حدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي. قال أيوب: وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة. قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، يعني أحمر يعني بشرته حمرة كده عامل زي الأوروبيين، كانوا يقولوا على الأوروبيين دول موالي يعني عبيد، لأن كانوا بيحاربوهم ويأسروهم، فييجوا يبقوا مأسورين في جزيرة العرب، فلما يشوفوه محمرين كده يقول ده مولى يعني عبد أسير. فلما دخل عليه هذا الرجل إيه لونه كده شكله زي الأوروبيين زي السياح شبيه بالموالي، كويس؟ أدي معنى كلامه. فقال له: هلم. قال له: تعالى كل في فراخ، جايب لك فراخ دجاج يعني. فقال له: هلم. فتلكأ، التاني مش عايز ياكل. فقال: هلم، تعالى اتفضل، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، يعني أنا شفت النبي بيأكل من الدجاج، فكل ما تخافش. فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته.
قال اصل انا شفته ايه بياكل بعض النجاسات، يعني الفراخ ساعات الدجاج ياكل بعض النجاسات، فقال انا شفته بياكل شيئا فقدرته، اعتبرته جلاله يعني ما احبش اكله، نفسي تعالى، فحلفت الا اطعمه. اهو الايمان اهو جايب الحديث عشان في باب الايمان عشان الحته دي، فحلفت الا اطعمه. فقال هلما احدثك عن ذلك، عن حكايه انك تحلف على امر مباح ما تعملوش وبعدين ايه تخرج منه ازاي. فبيحدثه بقى الحديث ده. فقال هلما احدثك عن ذلك، اني اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستحمله، فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه. فلبثنا ما شاء الله، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فدعا بنا فأمرنا بخمس ذود غر الذرة. يبقى الرواية الأولانية قال ثلاث ذود، هنا قال بخمس، يبقى النبي زادهم بعد ذلك. واضح؟ غر الذرة يعني بيض الأسنان. قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، يعني نسينا النبي أنه حلف، لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إن أتيناك نستحملك وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، أفنسيت يا رسول الله؟ قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني كفرت عنها. فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل. وعن ابي قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابي قلابه والقاسم التميمي عن زهد من الجرمي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الاشعريين ود واخاء، فكنا عند ابي موسى الاشعري فقرب اليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه. وعن ابي قال وحدثني علي بن حجر السعدي واسحاق بن ابراهيم وابن نمير وعن اسماعيل عن اسماعيل بن علي عن ايوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي حا قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابي قلابه عن زهدم الجرمي حا قال وحدثني ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه والقاسم عن زهدم الجرمي قال كنا عند ابي موسى واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد. وعن ابي قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق يعني ابن حزن قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على ابي موسى وهو ياكل لحم دجاج وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه قال اني والله ما نسيتها. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن دريب ابن نقير القيسي عن زهدم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال ما عندي ما احملكم والله ما احملكم، ثم بعث الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثه ذود بقع الذرة. بقع الذرة غر الذرة بمعنى واحد يعني بيض الذرة. فقلنا انا اتينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا، فأتيناه فأخبرناه فقال إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى التيمي قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو السليل عن زهدم يحدث عن أبي موسى قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أعتم يعني تأخر ليلا، يعني أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكل. يعني هو اتأخر والأكل موجود، قامت مراته قالت للعيال اقعدوا استنوا أبوكم، فالعيال قعدوا يستنوا أبوهم ناموا جعانين، فلما رجع لا ما أكلتيش العيال؟ سبتيهم يناموا وهم جعانين؟ طب والله ما أنا واكل. زعل
فهم؟ وبعد شوية لقى نفسه جعان فرح كل بعد ما حلم، فهم؟ أدي القصة. فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز ابن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والمقصود في كل هذه الأحاديث أنه حلف على أمر مباح، فهم؟ كل الأحاديث دي في الأمر المباح، واضح؟ يعني أمر له فيه اختيار أن يفعله أو لا يفعله، ده المباح كده، المباح أنت مختار أن تفعله أو لا تفعله، فوجد ما هو خير منه يبقى يعمل اللي هو خير. وعن أبي قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني ابن بلال قال حدثني سهيل في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني ابن رفيع عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم، فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري، فاكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال: فلم يرضى فغضب عدي، فقال: أما والله لا أعطيك شيئا. بيقول: أنا ما عنديش الوقت سيولة، وأنت عايز. عدي بن حاتم الطائي ده كريم، ما كانش يرد سائل، وارث الكرم من أبوه. فجاله يقول له: أنا عايز تديني حاجة عشان أشتري خادم، أشتري عبد من السوق يخدمني، فهمت؟ قال له: بس أنا معيش الوقت سيولة، مفيش، لكن هديك ورقة تروح بيتي هيدوك الدرع والمغفر بتاعي، خدهم بيعهم واشتري اللي أنت عايزه. عارف الدرع ده في زمانهم كان يجيب 3 خيول، حاجة مش قليلة يعني. يعني الدرع والمغفر دول مبلغ ضخم، يعني مثلا بتاع الوقتي 100,000 جنيه في زماننا ده القيمة بتاعته، لأن تلاقي الدرع مثلا ثمنه 300 دينار والمغفر ثمنه 950 دينار والدينار 4.25 جرام ذهب. اقعد احسبها بقى. الراجل بيقول له: خد درعي ومغفري. قال له: لا، مش عاجبوش الحال. فما قال: والله ما انا بديك حاجه بقى، فلو انت مش عايز يعني تاخد ده، بيديله حاجه ضخمه. قال: طب والله ما انت ما انا بدي لك حاجه، حلف بقى، فهمت؟ فقال: اما والله لا اعطيك شيئا. ثم ان الرجل رضي. بعد شويه الرجل قال له ايه؟ ثم ان الرجل رضي، قال له: خلاص ما فيش مانع، اديني الورق انا اروح اخده البيت، فهمت ازاي؟ فقال: اما والله لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم راى اتقى لله منها فلياتي التقوى ما حنست يميني. خد له الورقه وراح. شفت الصحابه كانوا ايه؟ كرام ازاي؟ كرام الانفس. وكان غضبهم لا يجعلهم يدخلوا في العناد واللجاج، كانوا واقفين على الحق، عشان كده ربنا فتح بهم قلوب العباد قبل الاراضي، يعني فتح بهم الاراضي وفتح بقلوب العباد اكثر من فتح الاراضي. وعن ابي قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. وعن أبي قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي واللفظ لابن طريف قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن طريف
قال حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن تميم بن مطرفة قال سمعت علي بن حاتم وأتاه رجل يسأله 100 درهم فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم أنا أديك أنا 100 درهم أنا بتاع 100 ألف 200 ألف إيه 100 فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم أن رجلا سأله فذكر مثله وزاد ولك 400 في عطائي. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. الإخوان المسلمين المفروض يسمعوا هذا الحديث ويبطلوا بقى عايزين يحرقوا البلد عشان الإمارة ياخدوها. يعني دي اسمها إمارة فقري بقى. ها؟ دي اسمها الإمارة الفقري. ويدعوا إن ده الدين. حاجة شيء عجيب يعني. لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. قال أبو أحمد الجلودي قال حدثنا أبو العباس الماسرجاسي قال حدثنا شيبان بن فروخ بهذا الحديث. وعن أبي قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حا قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان في آخرين حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر عن أبي حا قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سامرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث. وليس في حديث المعتمر عن أبيه ذكر الإمارة. ونقف على باب يمين الحالف على نية المستحلف غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.